أمنيا سطرت مصالح الأمن وقيادة الدرك الوطني بعدة ولايات إجراءات أمنية خاصة من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية التي تتزامن والعطلة الشتوية. السلطات الأمنية اعتمدت مخططا يتضمن جملة من التدابير الوقائية والاحترازية على غرار تشكيل فرق خاصة لتأمين مختلف المناطق السياحية والأماكن العامة والساحات العمومية، بالإضافة إلى زيادة نقاط التفتيش وتسهيل حركة المرور. العمليات تتركز أساسا على تأمين أولا كل المحاور والطرقات المؤدية من وإلى ولاية المدية، ثانيا تأمين الأماكن التي تعرف خروج العائلات خاصة في الفترات الليلية، بالإضافة إلى قيام بمداهمة مشتركة لأوكار الجريمة، الهدف منها توفير أحسن الظروف الأمنية من أجل تمكين العائلة الجزائرية من التمتع والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. العمل يتم بالتنسيق بأفراد الوحدة السلاحين من أجل ضمان أكثر سيولة بالدرجة الأولى لحركة المرور، وكذلك تأمين الفضاءات التي تعتادها العائلات. لا الحمد لله لا سيكوريتي مليحه بزاف، زعما ما كانش ديرونجمون، لا سيكوريتي بزاف، لي جوندام لا بوليس بزاف. اخويا عندنا في تاغيس، اول حاجه نرحب بالضيوف كاع الموجودين بتاغيس من 40 ولايه، ونشكر الامن اللي راه منتشر صفه جيده، فوفر لنا الامن بزاف في هذا البلد.